الحلقة الرابعة من تفسير سورة الكهف. الحلقة السابقة تعرض قصة أصحاب الكهف، وقصة أصحاب الكهف حكاها القرآن مرة مختصرة في 4 آيات ومرة مفصلة في 10 آيات. طب المفصلة دي عبارة عن 3 حاجات: أول حاجة لماذا كافأهم الله، تاني حاجة كيف كافأهم الله، تالت حاجة كيف ننجو من الفتن كما نجوهم. دول 3 أسئلة. طيب احنا بقى في السؤال الثاني، كيف كافأهم الله؟ كافأهم الله ب3 أمور في جسدهم و3 أمور في دينهم. ال3 أمور في جسدهم: حفظ جسدهم بالشمس بالرعب مع الجمال، وحفظ دينهم ب3 حاجات: لا حرام لا انتحار مع سيطرة المخالفين. طيب لا حرام دي ازاي؟ قال الله تعالى: قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، فابعثوا أحدكم بورقكم يعني الفضة بتاعتكم إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه. فلينظر أيها أزكى طعاما يعني دو لا بد أن يأتي بطعام حلال، طعام حلال. طيب يبقى التزموا ان هم ياكلوا حلال حتى في الشده بتاعتهم. طيب تاني حاجه ربنا حافظ بيها دينهم عليهم ايه؟ لا انتحار. وليتلطف. ايه بقى وليتلطف؟ يعني لا يتحدى القوم ويقف في وجههم. جميع العمليات الانتحاريه ان واحد بيفجر نفسه ويقف وسط الدبابه ويقول لك افتح صدرك للرصاص احنا عاوزين القصاص، دول ناس منتحرين لا علاقه لهم بالدين، دول ناس لا يجوز شرعا، دول جماعات التكفير اللي بتاخد الشباب تخليه ينتحر. لكن احنا في الاسلام ممنوع الانتحار، ممنوع واحد يفتح صدر الرصاص ولا يدخل على دبابة ولا يحط حزام ناسف حوالين نفسه. وده فتوى هيئة كبار علماء في السعودية، واللي بيحصل في فلسطين ده كله حاجات مخالفة للشرع. ما ضحيش انا بواحد عشان اموت 2 يهود مسلم عشان اموت 100 يهودي حتى. حرام ان الواحد يفجر نفسه ويقتل نفسه. وليتلطف ولا يشعرن بكم احدا، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. اللي رايح إن هو يوصل نفسه ويواجه القوم. ليه؟ لأنهم إن واجهوا القوم حاجة من الاثنين، يا إما يرجموهم ويقتلوهم، يا إما يرجعوهم ويضغطوا عليهم بالفتن لحد ما يسيبوا دينهم. ولن تفلحوا إذا أبدا، لا يجوز مواجهة أنت عارف كويس جدا إن أنت هتتهزم فيها. يبقى التزموا بأكل الحلال، وتاني حاجة لم يواجهوا مواجهة انتحار. تالت حاجة بعد ما طلعوا من بعد ما أهل المدينة عرفوهم وطلعوا من الكهف عاشوا حياة طويلة وفضل يدعون إلى الله تعالى. وبعد ما دعوا إلى الله تعالى في طلبة علم اتعلموا على أديهم التوحيد. أما جم ماتوا بقى إيه اللي حصل؟ أما جم يموتوا إن الذين أهل الشرك وأهل التوحيد، يعني التوحيد في توحيد مبتدع زي الصوفية كده عندنا، وفي توحيد خالص. أهل التوحيد الخالص اللي هم الطلبة الذين ربوهم قالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، وكذلك أعصرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. طب لما ماتوا بقى، يعني خلاص طول حياتهم كانوا آية للناس يعرفوا ان في بعث ونشور. طب لما ماتوا ايه اللي حصل؟ اذ يتنازعون بينهم امرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا. طلابهم الموحدين قالوا نبنوا عليهم بنيانا لكي نمنع اي حد يصلي عندهم ولا نتخذهم مساجد تعبد من دون الله تعالى. قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. يبقى الناس دي فضلوا يدعون للتوحيد طوال عمرهم رغم وجود مخالفين عمالين ينوقوهم، حتى بعد وفاتهم فضل مخالفين ينوقوهم وعاوزين يعبدوا القبور بتاعتهم. نستفيد من كده حاجة، ان مفيش مجتمع هتمكن فيه الدعوة الاسلامية، ده حاجة نادرة جدا. الاصل ان لابد دفع الله الناس بعضهم ببعض، لازم انت تدعو للتوحيد والغالبية تفضل واقفة قصادك، هي دي سنة الكون. النبي صلى الله عليه وسلم ممكن سنتين من 23 سنة
القدس وقعت في ايدينا لمدة سنتين، وبعد كده الصليبيين خدوها تاني. الاصل ان احنا ناس اتولدنا مجاهدين ودعاء الى الله تعالى ومواجهين للفتن، فربنا خلق للناس للجنة اقواما وللنار اقوام واهل النار اكثر. طيب كده ربنا حفظ لهم، حفظهم ما كلوش حلال او ما كلوش حرام، ايها ازكى طعاما، حفظهم ما انتحروش، حفظهم ان هم فضل يدعون الى الله مع وجود مخالفين لهم. طيب بعد كده اخر بقى جزء في القصة، كيف نواجه الفتن؟ نواجه الفتن بثلاث حاجات. اول حاجة نقول الله اعلم ونطلع من الجدال اللي بيهدر الاوقات. تاني حاجة نلتزم القرآن. تالت حاجة نلتزم الصالحين. عشان تنجو من الفتن زي اصحاب الكهف لازم ثلاث حاجات. رقم واحد تقول الله اعلم، تاني حاجة تلتزم القرآن، تالت حاجة تلتزم الصالحين. والآية ذكرت تدريبين، يعني نموذجين تطبيقيين. أول نموذج سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، ورجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. دي فتنة من الفتن. كيف ننجو من هذه الفتنة؟ رقم واحد لا تهدر وقتك في الجدال، قل الله أعلم بما لبث، ما يعلمهم إلا قليل. طيب تاني حاجة التزم القرآن. ايه الدليل؟ فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا، ما تماريش غير بالآيات اللي جات لك فقط، لا تتكلم إلا بها، ولا تستفت فيهم منهم أحدا. يبقى التزم القرآن ولا تستفت فيهم منهم أحدا. ثالث حاجة بقى تدعو إلى الله تعالى، تلتزم الصالحين وتدعو معهم إلى الله تعالى وتعلم الناس أمور دينهم. طيب إزاي؟ ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. تطبيق تاني، ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. الناس اختلفوا، طب أعمل إيه؟ طبق قواعد النجاة من الفتن. أول حاجة لا قول الله أعلم وما تجادلش جدال لا ينتهي، لا تهدر وقتك في جدال. قل الله أعلم بما لبثوا، له غيب السماوات والأرض، أبصر به وأسمع، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. يعني ربنا يعلم قعدوا قد إيه، وربنا هو الولي الناصر بتاعهم، وهو أكثر من أبصرهم وأكثر من سمعهم. خلاص يبقى أنت كده ما جادلتش ناس مش هتنتهي الجدال بتاعهم. رقم اتنين التزم القرآن. التزم القرآن كما الرب كلام مبدلة لكلماته، ولن تجد من دونه ملتحدا، مش هتلاقي حاجة تنجيك وتلتحد بها وتتحامى بها زي القرآن. تالت نقطة التزم الصالحين وضع إلى الله معهم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. من أصعب العبادات إن أنا فضي نفسي الفجر وفضي نفسي العصر عشان أجيب ربنا في الوقت دول أحسن ناس تلتزم بيهم معاهم. طيب هتدعو مع ربنا معاهم، تدعو الناس إزاي؟ تخوفهم وتحببهم. تخوفهم إزاي؟ وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. تهدد، الحق موجود، اللي عاوز يؤمن يؤمن واللي عاوز يكفر يكفر. كده أنت بتهدد؟ آه، ما هو التهديد هيظهر بعد كده بقى فين؟ إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، أعتدنا للكافرين نارا، يجوا يطلعوا برا أحاط بهم سرادقها، يلاقوا السرادق لأسوار النار العالية محوطاهم، فيضطروا يقعدوا. طيب أما يقعدوا يعطشوا، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. يبقى مش عارفين يهربوا ويقعدوا عطشانين، يطلبوا مية يجي لهم ماء زي الزيت المغلي يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. طيب وتحبب الناس في ربنا ازاي؟ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عمل. طيب ايه اجرهم بقى الذين امنوا وعملوا الصالحات؟ اولئك لهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار. جنات عدن تجري من تحتها الانهار. انت في القصر بتاعك شفت الانهار من عسل وانهار من خمره وانهار من لبن بتجري تحت، فعاوز تطلع تشوف الانهار دي تستمتع بها.
تيجي تطلع الخدمين يقفوا لك وحور العين يقفوا لك، تقول لك لا ما تطلعش. لازم تعمل اول حاجة ايه؟ يحلون فيها من اساور من ذهب، دي اول حاجة. يلبسوك حلقان وخواتم وغوايش ذهب اللي انت كنت محروم منها في الدنيا ومحرم عليك. طب لبست الذهب عاوز تطلع بقى؟ يقول لك لا لسه. ويلبسون خشيابا خضرا من سندس واستبرق، يلبسوك ثياب كلها من حرير، يا اما سندس حرير رقيق يا اما استبرق حرير غليظ. طب لبسنا الذهب ولبسنا الطقم جديد، سيبونا نمشي. تطلع متكئين فيها على الارائك، ما تقفش، السرير اهو نام عليه واستمتع بقى برؤيه الايه؟ الانهار بتاعتك. نعم الثواب وحسنة مرتفقة. قولوا قولي هذا واستغفر الله.